إذا كان موسما رائعا مثل الأحلام واستحققنا وأخرجنا أفضل أداء من كل لاعب لهذا الثنائي التاريخي، وأنا سعيد لكل الأنصار وللعمل الكبير الذي قمنا به طيلة الموسم ولكل من رافقنا وهو يوم يكون سنهم. ما قال لكم المدرب بين الشوطين؟ لا شيء، نحن تقدمنا وكنا أفضل في الشوط الثاني، وأعتقد أننا تفوقنا عليهم منذ زمن طويل لم نقم بشوط ثاني متكامل، وكان يوما رائعا. هذا الفريق يعطي الانطباع أن ليس لديه حد للطموح، فعلا لدينا تشكيل متكامل ومنسجم مع لاعبين مخضربين ولاعبين كذلك شبان، وأعتقد أن هذا كان مفتاح نجاح. إذا عليكم أن تحتفظوا بهذه السلسلة من الألقاب، ليس من السهل أن تبقى في القمة، لم يحصل ذلك مع أي فريق، ولدينا فريق حلم تحقق ذلك. تهانينا إيسكو.